ناخد الاحصائيات الدكتور وليد سريعا. طبعا الارقام واضح جدا ان هي بتصب في صالح السيتي. النتيجه طبعا باريس سان جيرمان 2-0. الفرص الصحيحه السيتي ليه 7 فرص ولا فرصه منهم طبعا تم تسجيلها او تحويلها لاهداف، لكن من 3 فرص فقط باريس سان جيرمان قدر يحرز هدفين. نسبه الاستحواذ 57% 43% لصالح مان سيتي، ماشيين في نفس الاطار. عدد التمريرات 583 تمريره لمانشستر سيتي، منهم 505 صحيحه بنسبه 87% في مقابل 507 كتوتال تمريرات للبي اس جي، منهم 444 تمريره صحيحه فقط. عدد التصويبات 15 تصويبه للسيتي على المرمى، منهم 7 ما بين ال3 خشبات في مقابل 5 تصويبات بس، منهم 3 بين القائمين والعارضه للبي اس جي. 24 عرضيه لمانشستر سيتي مقابل 3 عرضيات للبي اس جي، والركنيات 10 مقابل 2، يعني وكان يعني سيطره مطلقه. كان السيتي بيلعب واتفورد مثلا او بيلعب نورويتش، سيطره مطلقه. هي بس النقطتين المهمين فنيا سريعا. طيب. السيتي متاكد ان جوارديولا هيبدا يا اما يحاول يوظف لاعب كراس حربه، يا اما هيشتري في يناير راس حربه صريح. و باريس سان جيرمان ما كانش فيه دفاع تماما من الثلاثي الامامي، وبالتالي اي مباراه مش هيكون حظه فيها بنفس حظه امبارح، واي مواجهه صعبه هيكون فيها خطوره دفاعيه على البي اس جي. ارقام ميسي سريعا يا مين. ميسي لعب 98 دقيقه لغايه دلوقتي او في ماتش امبارح، جاب جون واحد من تصويبه واحده على المرمى. عدد التمريرات بتاعته 49 منهم 43 صحيحه بنسبه 88%، ولعب مراوغه واحده في المباراه وكانت صحيحه. يمكن ميسي امبارح ما ظهرش كتير، لكن كالعاده لما بيظهر بيبقى اخطر واحد في الملعب. هي يمكن لقطه الجول هو الهدف الهدف اللي احرزه تاني، هو يمكن اللقطه الوحيده اللي ظهر فيها ميسي. يمكن هو في اول تلت ساعه كان شويه بينزل وبيسقط وبيحاول يدافع، لكن طبعا مش هينفع تستمر كتير مع ميسي انه بيدافع. ونفس كلام دكتور وليد انه بوتشيتينو، كنا دايما بنتكلم دي المشكله الاساسيه، هو مدير فني بيحب فكره الضغط العالي، وان اول 3 عنده هم اول جزء في منظومه الضغط. كمان انا بتكلم على الخط الهجومي، هو اول خطوط الدفاع هو خط الهجوم عنده، وده شيء ما اعتقدش هيعرف يطبقه قوي بوجود ميسي ونيمار ومبابي، فده لازم نكتشف الدنيا تمشي معاه ازاي. طيب نشوف لقطه الهدف بتاعت ميسي سريعا، معانا وقت نشوفها. طبعا ده تحرك ميسي، هو بدايه في الوقت اللي كان السيتي بقى بيهاجم فيه. أيوة. هي عايز يعوض. هي دي الخطوره الحقيقيه اللي ممكن يشكلها باريس سان جيرمان واللي اتفسرت امبارح، هي الخطوره الفرديه، استغلال مجموعه المهارات. شفنا طبعا انطلاقه ميسي والربط العظيم اللي عمله مع مبابي، وكان في الحقيقه اكتر من مره بيحصل تبادل مراكز بين الثلاثي في مباراه امبارح، يعني شفنا مبابي في الناحيه اليمين اوقات كتير وفي الناحيه الشمال، وكذلك نيمار ميسي كان بيدخل للقلب اوقات كتير. شفنا بقى اللينك اللي عمله ميسي مع مبابي، طبعا ذكاء عظيم جدا من الاثنين لعيبه، المهاره ازاي تتوظف وازاي تتوظف الجوده والكواليتي ان هي تخدم الفريق في الاخر. فهذا الربط اللي اتعمل طبعا، الاسيست بتاع مبابي هيئها لميسي، ميسي في هذا المكان لا يخطئ اكيد طبعا. وتسديده كان منها هدف ثاني، هدف قتل المباراه. اللقطه اللي كان كل جماهير ميسي وكل جماهير باريس سان جيرمان منتظرينها هو الهدف الاول، وما احلى من هدف طبعا قدام السيتي وقدام جوارديولا وعلى حديقه الامراء. بدايه اتمناها طبعا بما اني محب وزي اي حد في العالم بيحب هذا اللاعب ليونيل ميسي، اتمنى تكون بدايه العوده للمستوى.